اهلا بكم اصدقائي الاعزاء، فيديو جديد ونموذج جديد من نماذج تحدي العاقه. العاقه الحقيقيه عاقه فكر وليس عاقه جسد. واصدقائنا من ذوي الاراده بقوه ارادتهم وعزيمتهم مهما وقعوا من تحديات وصعوبات يثبتوا لنا كل يوم ان هم قد التحدي. احد اصدقائنا من ذوي الاراده مصابة بشلل الأطفال في الثانوية. صديقتنا الجميلة مستخدمة العكازات في كل تحركاتها، ورغم كل الصعوبات وكل الضغوطات اللي بتواجهها بتعيش حياة سعيدة مليانة أمل وتفاؤل وعزيمة وإصرار. بقوة إرادتها وعزيمتها تتحدى الإعاقة، تثبت للعالم كله إن الإعاقة الحقيقية إعاقة فكر وليست جسد، وإن مهما اختلفت العقود وقوة الصعوبات وقوة إرادتهم وعزيمتهم قد التحدي. أتمنى دايما حياة سعيدة.